السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. وبمناسبة العيد كل عام وأنتم ومن أحببتم والأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله. بلقاء اليوم وباستكمالنا في طرح أدوات المونتاج في برنامج أدوبي بريمير، رح نتكلم عن إضافات جميلة جدا لكيفية عرض النصوص بطريقة جدا جميلة واحترافية، عناصر جرافيك حديثة لعرض النصوص بطريقة جدا جميلة رح نشاهدها ورح نتعلم كيفية استخدامها بلقائنا لهذا اليوم. لذلك حبا وفضلا وتكرما قبل ما نبدأ بهذا اللقاء، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناة حكاية شغف منتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك إشعار بكل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقائنا الممتع والمتميز لهذا اليوم. أصدقائي مرة تانية في برنامج أدوبي بريمير ومحطة جميلة وإضافات رائعة معنا بهذا اليوم. طبعا قبل ما نبدأ رح تشوفوا بوصف هذا الفيديو رابط على قناة التليجرام لتحميل الإضافات يلي رح نتكلم عنها بهذا اليوم، وأيضا بتحتاج معاهم نوع الخط يلي رح يتم استخدامه. فلذلك أنت بعد ما تحمل الإضافات وتحمل الخط، قم بتثبيت نوع الخط من خلال نقر بالمفتاح الموس الأيمن عليه وبنختار الانستول، ومن ثم نقوم بفك الضغط عن الإضافات وإنشاء بروجكت أو فايل جديد في أدوبي بريمير لحتى نبدأ بمشروعنا. وهذه هي الإضافات يلي رح نقوم بإضافتها ونتكلم عنها. طيب كلام جميل، بعد أنا ما جهزت واجهة العمل في برنامج أدوبي بريمير رح أقوم بسحب أي فيديو رح أشتغل عليه بأي دقة كانت، وعبارة عن فيديو تجريبي فقط لا غير. رح أتوجه إلى قائمة الويندو ونتوجه إلى الأسينشال جرافيكس حتى نفعلها ونضيف الأدوات عليها. وبعد ما قمنا بتفعيل الأسينشال جرافيكس رح نرجع إلى المجلد يلي فيه الإضافات وقوم بتحديد الكل والنقر والسحب والإسقاط في نافذة الأسينشال جرافيكس لحتى يتم إضافته. رح ننزل بالسكرول الموجود ونبحث عن الإضافات يلي تمت إضافتها بلقائنا لهذا اليوم، ونبحث عن الأنيميشن. هذه هي الأنيميشن وجماليتها. تمام، رح نشوف إن في عندي عناصر عدة، هذه العناصر تمام، حركات جدا رائعة. خلني على سبيل المثال أختار هذا العنصر وبنقر مع السحب وبضيفه لهذا المكان. تمام، نبدأ بالتشغيل لنشوف الجمالية يلي حصلنا عليها لعرض العنصر. طبعا هو انعرض بطريقة مش ثموث مش ناعمة عشان هو محتاج معانا ريندر. طيب كلام جميل، رح حدد عليه أنقل لمرة واحدة وبتوجه إلى الإيديت، ورح نشوف إن في عندي العناصر اللونية ممكن أنا أستبدلها وأستكملها، حتى الإضاءة ممكن أنا أغيرها، حتى الإضاءة ممكن أنا أيضا إني أغيرها. أي حركات لونية موجودة وهذا هو اللون ممكن أنقر عليها وأختار أي لون على بالي وليكن هذا اللون وأعطي أوكي، رح يتم تغيير الإضاءة بشكل جميل. عندي النص وللأسف هو الآن بيقبل معانا لغة إنجليزية لأنه رح يتم عرض النصوص بشكل متقطع، فلو أضفت اللغة العربية فرح تظهر الأحرف متقطعة وهذا ليس بجميل بما يخص الكتابة باللغة العربية. لذلك أن تستخدم هذه التأثيرات بعرض النصوص باللغة الإنجليزية. خلني أكتب على سبيل المثال اسم أحمد صالح تمام، وأنقر بأي مكان حتى يتم تحديث النص مباشرة. ولما بشغل رح نشوف طريقة جميلة لعرض النص. طبعا هو مثل ما تكلمت يحتاج ريندر، ورح نشوف الآن بعد شوي كيف نعمل الريندر ونسرع ميه العملية. طبعا الدقة عالية، ما تشغلوا بالكم بشيء، فقط الأمر يتطلب ريندر. عندك بما يخص موضوع الخط، في كانك تغير نوع الخط، لكن الخط اللي نحن حملنا لعرض هذا النص بهذه الجمالية، والمطلوب منك أنك إذا حبيت تختار شيء من حجم الخط يعني تصغر وتكبر فالأمر بيعود لحضرتك. هذا كل شيء بنقدر نعدل عليه ونشتغله. خلني أعمل ديليت، أو خلني أنسخ الاسم أول شيء، أعمل ديليت ونشوف تأثير تاني موجود معنا لهذا اليوم. على سبيل المثال
عندي هذا التأثير، بجي بنكر مع السحب ويتم إضافته وتحميله، بحدد عليه وبتوجه إلى الإيديت، وباشرة بجي إلى التكست وبكتب الاسم الموجود اللي أنا رح أستخدمه. خلنا نشغل ونشوف طريقة متميزة لعرض النص. طبعا هو دخول وخروج مثل ما أنا شايفين بالضبط. خلني أعمل ريندر مباشرة وأرجع لكم. وبعد ما انتهى معنا الريندر رح نبدأ بالتشغيل ونشوف الحركة بانسيابيته وجماليته لإظهار نصوص بطريقة جدا جميلة ومثيرة بصراحة واحترافية رائعة جدا. عندك المحطات اللي هي فاصلة يعني بيثبت فيها النص، إذا كانت المدة الزمنية طويلة بإمكانك تختار أداة الكرب أو القطع وتقوم بقص هذه المساحات، وليكن عندي على سبيل المثال عند هذه المدة. تمام، يعني هذه الحتة أنا ماني محتاج، إن هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن نص ثابت ما بيتحرك معنا. خلني أعمل ريندر للحتة الثانية على عجل، طبعا مش رح ياخد وقت كتير، ونبدأ بالتشغيل ونشوف إنه في عندي حركة دخول وخروج للنص بطريقة جدا جميلة ورائعة في عالم مونتاج في برنامج أدوبي بريمير. كان معكم أحمد صالح بلقائنا اليوم، فضلا وحبا وتكرما التفاعل والدعم لحتى نقدم لكم المزيد. دمتم برعاية الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.